جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وربنا تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن، قال له ورتل القرآن ترتيلا. ونحن كذلك مخاطبون أن نرتل القرآن. في فرق يا إخوة عند اللي يقرأ قراءة عادية، في فرق بين اللي يرتل. كيف؟ أظن في فرق يوم تقول الحمد لله رب العالمين، وفي فرق يوم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. في فرق ولا؟ جرب الحين. هذا المطلوب من الإنسان أن يتلذذ بترتيل كتاب الله عز وجل، سيستشعر عظم هذا القرآن. كل إنسان يستطيع أن يرتل يا إخوة، لكن إحنا ما نبغي. ناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام روح. ليش يا شيخ؟ جاء في الخبر زينوا هذا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهذه حقيقة. وجاء في حديث إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، من حسن ترتيله. وفي حديث آخر تعاهدوا هذا القرآن واقتنوه وتغنوا به، في حديث آخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رسول الله يقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري والله لو عرفت مكانك لحبرت لك القرآن تحبيرا، يعني لزينت لك صدق بالتلاوة. يا سلام. فكان الصحابة وكان نبي الهدى وكان السلف يتغنوا بالقرآن، يتلذذوا فيه، يستشعروا معانيه بهذا الترتيل. هذا ما يخص الترتيل في الصلاة. والحين راح نتكلم عن الاستعاذة والتفل على اليسار إذا ضع فكرك وانت تصلي. الكثير اليوم يصلي ولا داري كم كبر وشو ركع وشو قال وشو ذكر بسبب الوسوسة في الصلاة. أنا أعطيك الحل. قال عثمان ابن أبي العاص لرسول الله يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي وسوس لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان ففعلت فأذهبه الله عز وجل عني، وهذه حقيقة وأنا مجربنا شخصيا. إذا سرحت أو وسوست مجرد ما أنك تدفل عن يسارك يروح عنك هذا كله. يوم نقولك ادفل عن يسارك مو معناته تسوي مشكلة عند اللي يالس بيمبك وتسبح من ريجك، لا يا شيخ. نبغي نصلح الصلاة ما نبغي نسوي مشكلة ثانية مع الجيران اللي يصلون بجنبك، لا يا شيخ. ادفل فقط يعني مثل الرذاذ كذا على كتفك ثلاث مرات واستعذ بالله فقط. هذا مختصر اللي تكلمنا فيه اليوم، وطبقوا يا إخوة يا أخوات في البيوت، طبقوا هذا الشيء راح تخشعوا في صلاتكم إن شاء الله عز وجل. الأحد القادم إذا الله أبقانا راح نتكلم عن مسائل جديدة تخص الصلاة وضروري تتابعوها. في الختام أتمنى أني قدمت لكم شيء جديد نافع تستفيدوا منه في حياتكم ودنياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.